غني يابا الله يخليك. حش دايو بقى. مطرب جاي يتلكك والعروسة مش عايزة تخش الفرح إلا لما هو يغني. اتفضل غني يا أستاذ. ده كان بايت مع كلب امبارح ولا ايوه عرفت عرفت خلاص عرفت هيغني ايه؟ هيغني اغنيه كلابي. انا حاسب العشاء حاسب العشاء ده جاي يتشل هنا يا لا 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 رعشة وزغللة ايوه ودوخة في غمامان نفس ده جاي يولد هنا يا اختي مطرب بدل ما نعمل له ينسون هنسخن له ميه وولاده المطربين صعبه يا اختي قال لازم يولدوا تحت السلم الموسيقي وبدل الدايه مايسترو يعمل كده اهو غني انا شفته والله العظيم فين؟ لا انا شفته في التلفزيون بس ما كانش بيغني شفته في برنامج العلم والايمان بتاع دكتور مصطفى محمود والله قال لك حلقه اليوم هنقدم لكم مخلوق عجيب سبحان الله حاجه عجيبه شوف 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 الماده الفيلميه اللي معانا هتبين بلاوي هذا المخلوق في وقفته العاديه ويشبه البني ادمين الى حد كبير ولما بيجي يتنطط بيبقى فيه ملامح من القرد الجبلي خد بالك انت شوف شوف حاجه حاجه عجيبه سبحان الله وهو يدعى حيوان الريكو حاجة عجيبة سبحان الله واحد صاحبك عايزك انا ابني الحمد لله ماليش اصحاب خالص ده بيقول من ايام الدراسة اسمه ايه اسمه اسمه أقوق ما عرفش حد اسمه أقوق جايز زي الفل يا ازاي الحاج أقوق الحاج أقوق ميمي طنطن يا معفن الله 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 لا الولد ده يعرفني كويس ميمي طنطن يا ابن المعفنين الله ده يعرف العيلة كلها ولا يا ابن الجزار ابن الجزار ما حدش بيقول لي يا ابن الجزار غيره عرفته من زوجته والله عرفته من زوجته ميمي طنطا عبده حلقوله يا ابن الوحشني من شيطانك يلا لا 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 عبده باسه لا 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 مأول معايا لا 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 شكلك اتغير كتير عن زمان يلا كرشت وعجلت وبقى شكلك غريب ايه ده انت لبسك بيكبر معاك نعم الشورت ده مش كان معاك في الاعدادي يلا ولا ايه ايه يا عبدو بازا ده زورد جديد وحشني يا واطي وحشني يا زيف وحشني يا قفل وحشني يا قليل الاصل وحشني يا اوطى خلق الله وحشني قوي يا ابن البوبي طب وليه الغلط ده انت يا انت لما اديت ايدك الاول لا انت لما اديت ايدك الاول ولا ده جابك بالجزمه ولا 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 بيبي وقعت الا ده مش عليا مفيش فايده والله ما في فايدة والله لسه عيال صغيرين زي ما احنا والله نكبر مهما نكبر لازم نقابل بعض بالموشح ده وحشني يا ابن الجزار وحشني 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 يا ابن الجراباتي اخرس بابا كان اكبر تاجر احذية في مصر كلها اكبر تاجر احذية في مصر وكان بيبعتك المدرسة بزبزب شبشب فاكر الزمزم اللي كنت بتروح بيه المدرسة يا عبدو احسن من ابوك الجزار ماله ابوك الجزار الله يرحم احنا هنفتح على بعضينا ولا ايه نفتح بقى يا عبدو فاكر لما طردوك من المدرسة وقالوا لك لازم تجيب معاك ولي امرك اما ابوك بعت معاك خروف كانش فاضي قال لك خد بس يا ابن الجرماجي الله يرحم والدك بعد ما مات جم يعملوا له 40 طلع ضيق عليه عملوا له 42 احسن من ابوك الجزار يا مين طب عمل ايه ابوك الجزار يا عم فاكر لما ابوك عمل لك عيد ميلادك في الزريبه وخلى الخرفان تقول لك ما 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 مو فاكر بس ادي شجره العيله اتفضل اتفضل يا جمعه ادي شجره العيله دي شجره العيله ولا جبنا عند فرغالي بتاع العصير ولا ايه مش فاهم ده انت بتهزر بقى فين العيله بتاعتنا دي
شايف الجوافايه دي؟ مين الجوافايه دي؟ انت انا الزغنونه دي؟ ايوه بنت يا جمعه، بنت يا جمعه زغنونه كده ومقدده يا بنت. عم 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 تاكل نفسك ولا ايه؟ ادلع نفسي شويه. شايف البطيخه دي؟ مين دي؟ دي امك يا غاليه، يا غاليه وحشاني يا غالي. امال فين الشمامه؟ شمامه مين؟ امك. يا راجل دي بقت عيشه تقرف والله العظيم. كل واحد دلوقتي مش فاهم في شغلانه يجي يقول لك انا ملك الشغلانه دي، يبوظ الشغل وفي الاخر يمد ايده عايز فلوس. داخلين على القرن ال21 ولسه عمالين نغش في بعض ونعمل قوانطه، مش هينفع. وكتاب الله السنتين اللي جايين دول لو ما خدنا بالنا واخترعنا واشتغلنا وحبنا بعضينا ما هيبقى لنا وجود في القرن اللي جاي ابدا. وبقولها لك انا هو والله. خليك انت باصص لي كده انت وهو يعني معانا في ال21 ولا مريح شويه؟ لا شكلك مقبل على 20، خليكوا عشرينات يا ابا، ربنا يسهل لكم. برجك ايه يا حبيبتي؟ انا برج الجدي. وانت يا حبيبي برجك ايه؟ انا برج الثور. الله، طب ما تقعدوا في زريبه. الله، حاجه غريبه يا عيني. يعني هي تبتدي بالابراج وتنتهي برضو بالابراج، تبتدي برجك ايه وبرجك ايه وانتهي من بعد الجواز من فوق برج الجزيره كده مع بعض. اقعد اتكلم ولا هترد عليك؟ بتنصب لك خيه يا حمار، بتنصب لك خيه زي اللي اتنصبت لنا كلنا يا حمار. بتسجل عليك شرايط من دلوقتي يا ولد. انفت بجلدك، انفت بجلدك يا ولد، انفت بجلدك. عيني مش حاسس. هو في الاول كده، هو اللي يتكلم وهي اللي تسمع. بعد الجواز هي اللي تتكلم وهو اللي يسمع. بعد 3 سنين من الجواز هما الاثنين يتكلموا وام لا اله الا الله هي اللي تسمع. الله يا ربنا يسترها معاكم يا ابني. ايوه باشا. ايوه باشا. ايوه باشا، مالك في ايه؟ لا والله انت بتضحكني، صوتك ما اعرفش في تراب كده. ايوه باشا، والله بحبك، والله بحبك، بس انا زعلان منك يا باشا والله. انت بعت لي محامي نحس والله من ساعه ما جه وانا لورا، والله العظيم لورا. ده جاب 3 اعدام لـ3 موظفين عندي يا باشا. كانوا عملوا ايه؟ مخالفه زباله، ما اعرفش ازاي الاعدام ده جه. ايوه باشا، لا بعت لك الفراخ الحمد لله 17 جوز جاي لك مع السواق دلوقتي. انا لسه جاي من الفيوم اصلي بالفراخ، وانا جاي من الفيوم كده بعد 2 كيلو طلعت في لجنه. الضابط قال لي معاك ايه؟ قلت له معايا فراخ. قال لي بتاكلهم ايه؟ قلت له باكلهم عيش فينو. قال لي نعم يا اخويا عيش فينو. الفراخ تاكل عيش فينو والبلد مش لاقيه تاكل. 100 جنيه غرامه. يلا دفعت ال 100 جنيه ومشيت. بعد 2 كيلو تانيين طلعت في لجنه ثانيه. الضابط قال لي معاك ايه؟ قلت له معايا فراخ. قال لي بتاكلهم ايه؟ قلت له باكلهم زباله. قال لي نعم زباله. الفراخ تاكل زباله واحنا نحطها في بطننا. 200 جنيه غرامه. يلا عشانك والله يا باشا. قبل القاهره بكيلو واحد طلعت في لجنه ثالثه. الضابط قال لي معاك ايه؟ قلت له معايا فراخ. قال لي بتاكلوا ايه؟ قلت له انا بدي كل فرخه مصروفها وهي تاكل ليه يا عزام. ايوه باشا. وبعدين معاك يا سكران. بناء على طلب العريس والعروسة، هم طالبين يسمعوا أغنية دمها خفيف قوي وكلامها بيقول جرحوني وقفلوا الأجزخانات. بيشتغل اسمها ايه الأغنية والنبي أخويا؟ اسمها جرحوني وقفلوا الأجزخانات. وانت ايه اللي مشاك بالليل لوحدك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. والنبي يا فندية المطر متعور، الأجزخانات قافلة، حد يشوف لنا إبرة وفتلة عشان نعمل له غرزه ونقعد نضرب فيها. الجرحوني وقفلوا الاجزخانات. والنبي استاذ حسام انا عايز اسمع اغنيه انتبيوتيك. ولا تقدر تنزل دي مع المطرب المعقم. الجرحوني وقفل الاغنيه دي مش هتنزل في شرايط في حقن. والنبي استاذ حسام غنيه طلب الله يخليك. والنبي استاذ حسام غنيه طلب الله يخليك. والنبي انا عايز اسمع اغنيه في العضل. انا حامل. سمعني جدوى قيصريه. الله لا شبه ازازة الدواء. الله شبه ازازة الدواء. المفروض قبل ما يغني